مان نو واي انه انا اعرف انك انت جاي على امريكا وما اجيبك على اوستن تكساس تتعرف على الجاليه اللبنانيه باوستن وعلينا. واكيد انت بما انك امباسدر للشعب اللبناني all over لبنان, انا بحس عندك كتير value beyond انك انت influencer. really I think you have a lot more responsibility than what we show on TV. And that's how I feel. But I was trying to get you to come by. قلت لك بدك تيجي لعندي وبدك تنام عندي وبدنا نستضيفك هون, وثائبت انك انت عم تعمل تور بامريكا وقربت, و there was no way انه انا ما اقدر اني اتعرف عليك وجيبك لهون. انتوني انا كتير مبسوط انك جيت. بحس انه it's meant to be, it's a destiny. وبعتقد it won't be the first and last time, actually it's the beginning. لأنه أنا بعتقد أنا وياك we're gonna do a lot of more things together. You know, everything starts somewhere as a dream. هيدا البيت, me and my wife, we dreamed about it. كنا بعضنا صغار و it was impossible to own something like this. We dreamed it. We designed it together. We bought a land and I built it personally. And the impossible is nothing. If you can dream it, it can happen. That's why you're here. It's a melting pot. Hippies and cowboys. If you understand hippies and cowboys, there are two genres of people. Liberal, cool, hippies, conservative, cowboys, the old Western white man. So actually this combination makes Austin very, very unique. It's very healthy. I like it. I think if it went to just the hippies, it would have been California. It would have stayed with the white Texan cowboys. It would have not been the flavor that it is today. It would have been a lot less flavor. أول شيء لما جيت أنا على أوستن كان عندي إخوالي وعائلتي هون. As a kid I always dreamed to live the American dream. مثل ما أول ما جيت على أمريكا في واحد هون كان له زمان very very successful person كبير, عمره كان وقتها 60, أنا كان عمري 21. قال لي أمريكا looks good on TV, doesn't it? So he got it. نحن we look on the TV, we dream about America. The reality on the ground completely different. Culture shock لقلنا. But America offers you everything you want to be and amplify anything you have inside. So if you want to be successful and you are truly have that DNA inside you, you're going to become successful. And if you have some bad genes, it's going to amplify that too. So America gives you the opportunity to be whatever you dream to be. It's up to you. حكينا وتعرفنا عليك, بس بعد ما خبرتنا انت مين, بعد ما قلت لي شو اسمك. انا اسمي جورجي دياء من لبنان. خلقت وربيت بدارون حريصة, ونحن اصلا من راس بيروت مينا الحصن. جدي كان خياط بسوق الطويلة, كان نائب رئيس نائبة الخياطين بلبنان, وكان يخيط البونجور للرقصة منهم شارع الخوري وكميل شمعون. كان ينزل على المظاهرات كثير, بقى كل ما بدهم يعملوا مظاهرة كانوا يتلفنوا له ليسكر بيروت, يسكر كل المحلات الخياطين وينزلوا معه على المظاهرة. بيو بعتوا له الحتحوت يلي هو سليم شديار, قاوى محارب العثمانية ببيروت وكان مطلوب, وكان يساعد العالم بدرعون حريصة يهرب لهم قمح ليأكلوا وقتها كان في حصار مجاعة مع الأتراك. So he was very very wanted, مطلوب من العثمانية. الله كبير ما لاكل من قبل. نحن بيت شديار, we are servant of the church. هذا نحن. جورج تعال نحكي عن أوستن. أول شيء ما بحياتك تخيلت إجي على أوستن, ف thank you so much for the invitation. Yes.
بتقطع بداون تاون وبتحس في تاريخ، في تاريخ. There is a history. 1880 وصل أول لبنان. Yes. من عائلة جوزيف أو يوسف. The Joseph's family. شو بنعرف عن اللبنانية هون؟ اللبنانية مثل الفينيقية entrepreneur، يعني وصلوا بيت جوزيف ونعرف إنه جوزيف أول واحد لمن إجا فتح بزنس وصار very successful. So صاروا يملكوا كتير أراضي بداونتاون أوستن وعلى 6th street وصاروا فيتين بكذا بزنس غير إنه الجروسري والليكر وترسخوا بقيوا هون. يعني هلأ لليوم في كتير أنا بعرفهم يعني من بيت جوزيف بيشتغلوا ريل ستيت وكذا descendant من جوزيف فاملي. من بعدها كنت عم شوفها على أونلاين في بيت الحاج رجعجو رجعجة بيت جبور، بيت جبور يلي هن يلي أساسا بلشوا توين براذرز ليكر ستور، توين ليكرز واخذوا 6th ستريت ومن وقتها جمعوا كل اصحابهم صاروا يجيبوا كل الناس هربا من العثمانيه بوقتها و6th ستريت عرفت انه ذا لبنيز هافن. يس ات واز فور ا لونج تايم اوند باي ا لوت اوف لبنيز، يعني في عليها كلوبز وبارز معروفه كلها لبنانيه. ذا لاست 10 15 ييرز ستارت تشينجينج بات بيفور ذات فور ا لونج تايم ذا واز ذير ستريت. ومين ما بيجي توريزم على أوستن من زمان يعني they wanna go out to 6th street، بيجوا بيزوروك بيقولوا لك we're going to 6th street tonight. 6th street is a party، is a party street. مدينة حلوة يمكن كتير ناس قليلة الناس اللي بتعرف انه هي الكابيتال تبع تكساس. yes. مش دالاس ومش هيوستن no. ومش no. مش هيك في الكابيتال بيلدينج كتير تشبهها للكابيتال تبع واشنطن. ونحن برمتنا متكفي، طلبت منك بدي شغلتين، بدي the best ice cream in Austin. Yes. وبدي the best burger in Austin. I'm gonna take you first to the best burger وبعدين عم نتحلى بالايس كريم. Let's do it. يلا. Right now I'm an entrepreneur. I like to follow my dreams. Any ideas that I feel like I'm very interested in, I like to pursue it, invest in it. We do real estate, me and my wife Jessie. She was a big influence on me in the real estate business. We dreamed together, we built our first home. I didn't have a lot of experience at the beginning. And the way she motivated me, she said, if anybody can do it, it's you. So we did we got into the real estate business. One now, other businesses, automotive services, rental properties. أكيد عنا prime choice, salmon بلبنان. We wholesale salmon بقلب لبنان. That was our most recent venture. Oh, لبنان. لبنان ممنوع نستسلم. اللي تعلمته بلبنان كولد أنا إنه we have to keep fighting for a better tomorrow. بنحارب على طول لغد افضل لنا ولاولادنا ولاحفادنا. اللي شفته بال2020 انه كانت كثير عالم عم تلفن لي من لبنان بدها تفل من لبنان يأساني من الوضع. The total collapse of the government, انفجار بيروت. Total collapse of the economy, the banking system. حسيت انه العالم كله يأساني من قرايبيني وبجي. بقى قلت ممنوع نركع. ممنوع نترك بلدنا ونحن اللي ظهرنا لبرا وتركنا بلدنا. عندنا مسؤولية كبيرة إنه نرجع نستثمر ببلدنا ونآمن فيه ونساعد اللي ما قدروا يظهروا يعملوا مصاري برا ويرجعوا. So بال 2021 لما كانت 3/4 الشركة عم تترك لبنان، نايكي سكر محلاته، كذا كذا شركة، أنا كلبناني أمريكاني فتحت شركة اسمها Prime Choice بلبنان، إيماناً بلبنان، إيماناً إنه نحنا ما لازم نستسلم. وأكيد أكيد أكيد تيكون معنا ناس، كل حدا عايز شغل بمنطقتنا أو بغير منطقة نقدر نعطيهم شغل. عندي شغيلة من الشمال من بيروت ومن كسروان وأكيد نحنا ما بدنا نيأس، لأنه أول علامة الفشل إنك تيأس. النجاح والفشل هن على طريق وحدة. الفشل هو لمن أخذ أول أكزت، بينما النجاح هو اللي بقى للآخر. خليني أخبرك شو منعمل بلبنان. أول شيء في كتير برودكت بلبنان كتير منيحة، وفي كتير برودكت
average وستوكيت وكذا. واكيد انا as an entrepreneur قررنا نفتح بزنس بلبنان, بدي كان انه نعمل شيء with extreme honesty, high standard, maintaining the standard, مش بس حكي, freshness, customer satisfaction 100%, exceeding expectations, و very very affordable price compared what's on the market. So بلشنا نجيب top grade salmon, اكيد سميناها prime choice for a reason, لانه you're picking the prime choice, the top choice. بلبنان بحبوا الاتلانتيك سالمون, اكيد في كوهو من الاسكا وكذا, بس بلبنان بحبوا الاتلانتيك سالمون. سو وي توك ذات راوت, قررنا نجيب فيري فيري هاي جريد سالمون, مينتين اور ستاندرد على طول, فاست ديليفري. الكي للبزنس تو ستي سكسسفول انه نحن على طول بهمنا الاند يوزر ان مايند, الاند يوزر يلي هو الكونسيومر اللي عم ياكل بالمطعم الفيش تبعنا. سو نحن لما المطعم بكلف لنا وبيحط طلبيه بيطلب 100 كيلو 50 كيلو 20 كيلو اللي هن, اذا نحن الطلبيه لبكره نحن بنبلش بكير الصبح, الفريشنس تبعنا, الفريشنس تبعنا انه هي نقص الفيليه سيم داي, نعمل لها باكجينج فاكيوم سيم داي, deliver it same day. So end user that day when he's consuming it, they can feel the freshness, the quality. That's what separates us from the competition. أكيد the higher quality, the competitive pricing. مش هناك في كتير محلات بفضلونا على الكومبيتيشن, مع أنه أيام نحن يمكن أغلب نتفة صغيرة وأيام كتير نحن أوطى من الكومبيتيشن, لأنه بهمنا أكتر أنه نحن maintain our name, maintain our quality, مش لليوم ومش لبكرة. بدنا نورد هالبزنس لأولادنا, بدنا نكون فخورين بالبرودكت تبعنا بلبنان, وبدنا نرد السياح على لبنان اللي كانوا يؤمنوا أنه لبنان عنده أطيب لقمة بالعالم. سو نحن ك wholesalers we have a responsibility أنه نحن نوصل للرستورانت the highest quality salmon possible for the end user. Good morning, good morning. بأوستن اليوم نهار جديد. Very blessed, you know, we're having a great day. أنا وأنتوني اليوم أكيد رايحين أخدين أنتوني اليوم على مونت بانيل. مونت بانيل هي هيل كان يجي عليها الجيش الأمريكياني أيام أول ما بلشوا الكولونيز. Camping over there. هلا right now it's one of the fanciest area. It oversee the lake تبع أوستن وفيها كل المالتي مليون دولار هوم تبع السيلبريتيز مثل ساندرا بولوك وكذا. بعدين بدنا ناخذ أنتوني على دومين. Maybe we can get him another iPhone 16. And أكيد بدنا نطعمي أنتوني some Mexican food. و أكيد no garlic no onion. وهيك بيكون نبلش نهارنا, شوية شوبينج ونبرمو بعد بأوستن, وأكيد نرجع ناخده to another restaurant. Looking forward for another no garlic no onion day. كتير حكينا أنا وياك, حكينا أول ما التقينا, حكينا بالنهار بالسيارة, قضينا تقريبا 24 ساعة أكثر شوي مع بعضنا, وفي كتير إشي حكيناها عبالي أرجع أحطها على الكاميرا بس الناس تفهمهم, ما تبين شوفت حال بس تبين كايند اوف ليرنينج. بالآخر أنت رجال صبي تركت لبنان, لبناني عمرك 20 صرت عمرك 40, اشتغلت تعبت كدك العرق نجحت, وبعد في امل كتير لاشياء اكتر واكتر يا رب. شو تعلمت على الطريق, شو تعلمت على الطريق؟ انت جيت وبلشت تقطف مصاري على الشجر دغري هيك القصص هينه, خط علمنا. اول شيء اكيد كلنا بنحلم, كنا في كتير اولاد او من عمري كانوا بيحلموا انه يقدروا يهاجروا لبنان ليغيروا الواقع المرير تبعهم. يعني نحن بالنتيجة ميدل كلاس, طبقة وسطى بالنسبة يمكن لأمريكا طبقة فقيرة كتير, بالنسبة للبنان نحن طبقة وسطى كنا. كتر خير الله أهلنا اشتغلوا بعرق جبينهم,
وكتير ضحوا خصوصا امي وبي كتير كتير ضحوا لنروح على مدارس مرتبه مثل كانه برايفت سكول. برايفت سكول يعني مركزيه كوليج سنترال. كان امي على طول حلمها انه نحن ننجح بالحياه. كنت عم تعلمني انجليزي, اخذت معي 3 سنين لاعرف انه امي ما بتحكي انجليزي. كنت قلي عم بتتقي ارجع عيدها. كنت بالسيزيان مع انه الانجليش از ثيرد لانجويج كان وقتها بالكوليج سنترال. بقى تعلمت من انا ولد انه المثابره. امي كانت كثير قاسيه لانه كان بدها الافضل لالنا, كان بدها ايانا نغير الواقع تبعنا, لانه بتعرف انه واقع لبنان خصوصا لشاب كثير عاطل اذا ما عندك باك جراوند حدا يساعدك تو لانش يو تو انهيرتنس بوش. يعني انفورشنتلي الاهل عايشوا بوقت حرب صعب. بقى جينا لهون, جيت لهون I know the reality of things. عارف أنا شو الوضع back home. Very realistic. أنا اشتغلت كتير بلبنان. أنا عامل hospitality management. رايح على USC عامل hospitality management 3 سنين, كان بعد عندي سنة لخليس. شاغل بالجراند هيلز بالريفيرا بالتوريزم بلبنان, تعطى مع عالم كتير auditing. جيت لهون يعني حتى الناس اللي هون قالوا لي أنت جاي على أمريكا بدك لازم تبلش من تحت. قلت لهم ايه بس انا بلشت من تحت بلبنان, يعني انا ما كان عندي مشكلة انه بلش from the bottom. يعني يمكن انا اول مرة اشتغل بمطعم تلياني كان عمري 17, لانه انا ما كنت من العالم اللي جابون. صاحب المحل كتير ادم وحبوب وحبني, قال لي بس جوج انت مش عامل كنت وقتها كنت بعد ماني عامل هوسبيتالي, كنت عامل بروجرامينج. قال لي ما انا عامل هوسبيتاليتي مانجمنت, التيم كله عامل هوسبيتاليتي مانجمنت. قلت له اي وونت ذا جوب. قال لي كان بعده عم يفتحوا جديد, قال لي ليك في هاوس هون بالكريتين هون اذا بتغسلهم كلهم بعطيك الجوب. ومع انه كان في واحد اسمه دارشن شغلته يغسل, بس هو هي وونت تو سي هاو بادلي دو اي وونت ات. وانا كانوا اصحابي عم يشتغلوا, اي وونت تو بي وذ ماي فريندز اند ميك ماني وكذا. I watched it. صار يضحك ويخشى. قال لي you want the job. And I did very good. جيت لهون عارف شو ناطرني, بس برضو الكولتشر is completely different. بتفاجئك, بتحس انه homesick, تشتاق لأهلك, support system. مع انه نحن بلبنان عنا كتير مشاكل, العالم كتير قريبة على بعضها لدرجة ما في privacy, بس بنفس الوقت هذا support system كتير قوي للإيموشنز. بس نفس الوقت غنج, يعني كمان اللي بلبنان كتير مغنجين ما بدهم يشتغلوا لانه الماما ما بدها تشوف الولد عم يتعذب. حتى امي لما اجت لهون بعد كان لي شي 4 سنين كنت اشتغلت بكذا شركه وبعدين رحت فتحت اول مطعم. انا ما كان بدي افتح المطعم, بس صاحب الشركه ما بده ينفل من الشركه, سو ما قبل غير ما اعطيني مطعم من الشركه. قلت له اوكي. اجيت شفتني عم اشتغل 7 ايام بالجمعه, بلش الساعة 6 الصبح بخلص الساعة 10 بالليل وبسوق ساعة توصل بهيوستن للوودلاند تكساس. قعدت هيك قلت لي ليه عم تعمل بحالك هيك؟ انه فيك تشتغل بشركة وما في لزوم. قلت لها انه ايه فيي, بس انا اليوم بدي اكبر, بدي ضحي, بدي شيء لإلي, بدي عارف حالي وين رايح. I want freedom. المصاري كتير مهمة, بس الأهم بكتير بالحياة الحرية. انت ليه بتعمل مصاري؟ بتعمل مصاري ليصير وقتك ملكك. انت اليوم بتشتغل عند ناس بتعطيهم وقتك بيعطوك مصاري. انا كان بدي اوصل لمحل اللي هلا اليوم احنا وصلنا له, انه انا ما بدي احط وقتي للعالم لاخذ مصاري. بالعكس الانفستمنت تبعي هن بيعطوني مصاري لانه ضحيت. سو اللي تعلمته نيفر جيف اب ايفر. بدك كل العالم اللي حواليك رح يقولوا لك ما بتزبط, ميك شور تاخذ ادفايس من حدا بنفس الدومين وسكسسفول وبوزيتيف, والا ما تروح تاخذ النصيحه من القرايب. اهم شيء اوعى بحياتك تاخذ نصيحه من القرايب او من الاصحاب. بعدين على طول بس يكون عندك مشكله يو هاف تو جو تو ذا سبيشالست. اذا عندك مشكله قانونيه بتروح عند محامي, اذا عندك مشكله بالهندسه بتروح عند مهندس. ما تجرب تروح عند صاحبك تقول له شو رايك بالموضوع, هيدي بدك تنسيها. هاي العقلية اللبنانية بدك تنسيها. You have to go to the expert.
سو كل شيء بعمله بهالدنيا بحط جروب اوف اكسبورت حوالي وبسالهم، لانه انا بالنتيجه سكسسفول لانه انا بعرف انه انا ما بعرف شيء. اذا انا بعرف كل شيء يعني انا اكيد ما بعرف شيء. سو اليوم انا شو البروجي اللي بعمله اكيد بجيب الاكسبرت وبساله رايه بالموضوع. شو هيك انت اليوم صح؟ بس عم اقول لك هالصراحه، هو الاشياء اللي تعلمتها، ما تكون كاكي، ما تكون يعني شايف بحالك. نحن اللبنانيين بنعرف كل شيء، نحن اذكياء اكيد، نحن عندنا اوفر ادوكيشن، نتعلم ثلاث لغات من نحن وصغار. وي لايك تو اكسبلور ذا هول وورلد، من قلب لبنان نقرا عن كل العالم، بينما العالم كله يمكن في عالم بامريكا ما بتعرف تاريخ امريكا، في كثير عالم والاغلبيه ما بيعرفوا الاستقلال اي سنه صار ومين اول بريزيدنت unfortunately، بينما نحن بنعرف تاريخ فرنسا وامريكا والكره الارضيه كلها وبكل شيء بدنا نفهم. بس ما تكون كاكي بالبزنس، لانه اليوم انت مسؤول عن عالم بيشتغلوا معك، بيشتغلوا تحت ايدك. اذا انت اليوم عملت moves خطرين كتير، انت اليوم ما بتدمر بس مصلحتك، انت بتدمر مستقبل هالعالم اللي هني متكلين عليك انك انت تكون leader لقلهم. سو انت عندك مسؤولية اليوم انك انت عطول 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 دلك عم تتعلم بحيالة دومين انت فيه، عطول عم تتعلم، واللي بتعرفه مبارح ما بيصلح لبكرة. واكيد you have to bring the expert on board. وبعدين to be a good leader، to be a good leader بدك تكون very good human being، بدك تكون انسان صالح بالمجتمع مع الغريب والقريب والبعيد، بدك تكون honest. كل شيء بتشتغله على long term with honesty بيجيب لك مردود ما بتتخيله. تتعرف على عالم بحياتك ما بتتخيل انك انت بتتعرف عليها. اذا سألتني يمكن من سنة انت وانتوني رحيل بدكم تقعدوا سوا، بقول لك انا ممكن بس ليش؟ اوكي، نحن اليوم اصحاب هالحياة. اوكي، اذا انت بتعمل تمشي على الطريق المضبوط وبتخاف شيء اسمه الله، بغض النظر عن شو هي ديانتك، اذا بتخاف شيء اسمه الله مش بتخافه هيبة احتراما، بتعمل الشيء الصح لما يكون العالم ما عم تتطلع. عطول عندي اثنين اوبشنز بالحياة، عطول عطول بكل ديسيجن كل يوم عم بعملها بالمانجمنت تبعي، في وحدة هيك شورت كات اوكي، وبتعمل لك كويك ماني وبتنزع لك الريبوتيشن تبعك، وعندك القرار الاصعب يلي هو قرار الصح وبيعذبك وبيخسرك مصاري وكل شيء على الشورت تيرم، بس بيخلي لك الريبوتيشن تبعك وبتكسب حالك من جوا انت كانسان كجوهر للمدى الطويل. انا اخذت كل هالطرقات بحياتي، هذا ما بيعني ما غلطت من انا كنت صغير، اكيد غلطت، اكيد ما في انسان ما غلط، انا ماني ملاك، بس انا تعلمت من اغلاطي لما كنت ولد ولما كنت تينيجر لما كنت بالعشرين، والاغلاط اللي عملتها بالثلاثين اليوم انا ما بقى اعملها، عم بتعلم من اغلاطي. وانا اليوم بعرف انه الطريق المزبوط هي انه انا اكون صريح مع حالي اول شيء، وبعدين بقدر اكون صريح مع العالم. بدك تكون اكيد 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 اون نت مع حالك، ما تكذب على حالك، اذا الشغله ما بتسوى ما بتسوى. في سيستم معين امريكا موجوده عليه، ناس بتقول ناس عملت مصاري من زمان مش معقول تعملهم اليوم، نحن بنغلطهم اكيد. في شغل، في دايما بوتنشال بوسيبيتي لكل حدا، انك انت بتقرر تضلك موظف كل حياتك وتصير انتربرينور، تنقل من الميدل كلاس وتطلع طلوع. وشغله ثانيه، في سيستم معين انفورشنتلي كثير من اللبنانيين اللي بيجوا لهون او من يعني ناس اللي بتجي برات السيستم بتفكر حالها عم تتذاكى على السيستم وبدها تخربط السيستم وبدها تسرق السيستم، في انهار بدها تفركش. اكيد فذير از ا سيستم، ليف with the system and abide by the rules of the system. ما بدي احكي كثير religious، بس لما سألوا المسيح مرة قدام الرومان كانوا بدهم يوقعوه انه شو لازم ندفع الضريبة لسيزر، وكان في كثير عالم موجودة حواليه، والرومان كانوا اللي سألوه ان اليهود يوقعوه، والرومان كانوا عم يسمعوا ناطرين ليشوف شو جوابه تيعرفوا هالإنسان جاي يشيلون ولا شو جاي يعمل. كان كثير صريح، ما لله لله وما لقيصر لقيصر، what's for Caesar it's for Caesar and what's for God it's for God. انت لما تجي على امريكا في سيزر وفي جاد، هذا هو السيستم اللي ماشي بامريكا. ان جاد وي تراست، على الامريكان بيل از نوت باي كوينسيدنس، في لها اللار مينينج، ديب مينينج، ريليجيوس مينينج وترو مينينج. الامريكا سيستم
معمول للإيميجرنت يجوا لهون to achieve their dreams. هيدا الأمريكان دريم. Is it difficult? Absolutely. Is it easy? No, it's not. مين ما بيجي على أمريكا بمليون؟ أكيد لا. ما بدنا نضحك على حالنا. كان في potential أكتر قبل؟ أنا بعتقد اليوم في potential أكتر بكتير. اليوم أنت وقاعد بالبيت فيك تعمل مصاري من هيدا. كان قبل بدك تروح تسأل حدا يوصفك لتعمل مصاري. اليوم الكومبيتيشن أكبر. لأنه اليوم أمريكا العدد اليوم الموجود غير العدد اللي كان موجود من 100 سنة ومن 50 سنة. وأكيد الأراضي أغلى. إيه أغلى بس ما الإنفليشن كله it's a balance. اليوم اللي بيجي على أمريكا وبيكون successful هو الإنسان اللي بيجي عارف حاله شو بده، مستعد يضحي بين 12 و 14 ساعة بنهار شغل. Educational, financial education is very very important. إذا ما عندك financial education، ما عم نحكي regular education، ما عم بحكي degree من الجامعة أنك أنت ما كل ما احترامي للمحامي والحكيم وكل شيء، بده يكون عندك financial education فيك تاخذها لحالك إذا ما أنك أخذها بالجامعة. كتير important لتفهم how investment works in America. This is a banking system country. فيك تبلش من الصفر، فيك تبلش من تحت الصفر. أنا بلشت من تحت الصفر وفيك توصل لكل شيء بدك إياه إذا بتمشي بالسيستم. والسيستم معمول إنك أنت تدفع ضريبة، بس تروح على البنك بتقول له بدي لون، بقول لك فرجيني التاكس ريتورن تبعك، بتقول له بدي هالقد، بقول لك خليني نشوف قد ايه دافع تاكس، على قد ايه، ايه دافع انف، ايه بعطيك هالقد، شوف البالانس. لأنه اليوم البنوك والدولة هن مثل ما بقولوا على الأمريكاني they're sleeping in the same bed. So the government and the banking system it's in one. المونيتري بوليسي بأمريكا مدفوشة من الجوفرمنت، بس اللي بيحطوا المونيتري بوليسي هن البنوك. أغلبية اللي بيشتغلوا بالدولة بيجوا من البنوك. سو اليوم أنت بأمريكا بتيجي بتقلي بدي فاست موني، أكيد عم تعمل شيء illegal، أكيد رح تتفركش. السيستم معمول sooner or later. حتى لو بلا سيستم، اليوم اللي دراج أدكت والألكهوليك والنسونجي واللي بدك إيه، في ضحك 50 سنة على العالم، بيصال يوم من الأيام على 60-70 everything will catch up. ونفس الشيء بالفاينانشال ستاف، فيك تضحك يوم واثنين وثلاثة، هون بقالك بأمريكا انت بدك توقع مرة واحدة. عنا حياة حلوة، فيك تربي عائلة، أكيد في مشاكل مثل أي بلد. This is Babylon. بابلون هي الحضارة الأولانية، نحن اليوم عايشين ببابلون، يعني في من كل شيء. بس أنت اليوم كيف شو بتعلم أولادك بالبيت؟ أكيد إذا بتفلت ابنك على تيك توك 24/24 وما أول شيء يعني ممنوع يكون أولادك عنده تيك توك هون، وأنا أصلاً أولادي ممنوع يكون عنده سوشيال ميديا. بس عم نحكي إذا أنت اليوم تارك الولد مع الصنعة ومعه تيك توك 24/24، اليوم ابنك ما عم بيتعلم منك، اليوم ابنك عم بيتعلم من السوفت وير شو عم بينزل له based on what's being pushed on him and manipulated. Again اليوم نحن عندنا واجبات. أنا اليوم ما بشوف واجباتي هن تجاه أولادي، أنا اليوم واجباتي هن تجاه أولاد أولادي. أنا اليوم بطلع بي صالح إذا أولادي طلعوا أباء صالحين. مرة سألتني مش من زمان، قلت لي وحدة you're a good father، قلت لها my grandson will tell me so. قلت لي how؟ قلت لها إذا ابني طلع بي صالح كون أنا عملت good job، بس إذا ابني ما طلع بي صالح أنا بكون فشلت. واللي رح يحاسبني مش ابني، رح يحاسبني ابن ابني إنه أنت شو ربيت. سو نحن بدنا نطلع على الأمور لبعيد كتير، بالبزنس، بالعائلة، بالإيمان، وبكل شيء بنعمله بهالدنيا بدك تعملها مع passion و love و respect. Beautiful. كنت قاعد قبل شوي وعم بقول ما لحقنا نقعد أنا هالزلمة، ما لحقت أقعد قدام الكاميرا وأخذ منه حديث، لأنه بعرف شو ما رح نحكي، رح نحكي شيء رح يحط لي ضحكة على وجهي ورح يفيدنا بألف طريقة ورح أتعلم منه. كل واحد بيلقط بده يلقطه بحياله محل بالدنيا. And then it happened for a reason because everything happened for a reason. Absolutely. تأخر البروجرام 25 minutes، مطعم رحين عليه بيفتح بعد 25 minutes، قعدنا سوا 25 minutes تنحكي بكل شيء وبمشي بكتير إشياء كتير مهمة. ما قدرت فيه الضحكة عن وجهي على 25 دقيقة لأنه عن جد حكي عميق وكل واحد يسمع اللي بده يسمعه. نسمعنا نسمع إيجابيات ونسمع دايما في، أنا بحب كتير بحب لبنانيتي وبفتخر فيها، بس نحن نعتبر حالنا لدرجة أذكياء إنه منتزاكى على الناس ومنتزاكى على السيستم، فكر حالنا أذكى من العالم. وبزعل ساعة بسمع كبار عم بيربوا ناس جايين جديد على البلد إن كان هون وإن كان بكندا، وبتصير قدامي دايما about cash about cash لشو بك تدفع للدولة، بزعل كتير.
واليوم الحكي اللي هيك سمعناه of millions and millions and millions of Lebanese اجوا لهون وما حدا صار غني او نجح بسهولة ومنطلع منطلع عليهم من بلادنا ومنقول وينه يا حو بعيد تركنا او ليش ما بيبعث لنا او يلي هي لما بيرجع الدنيا اصعب بكثير من هيك وكومبليكيت اكثر بكثير من هيك. فمن شخص شاب جمال الناس بيقعدوا معي على الكاميرا بيكون عمره 60 وما فوق من شخص شاب بزيت عمري انا وياه حكيك عميق وحلو وموزون وتعلمت منه كثير. مرسي لك وانا اللي تعلمت منك. بدك تقول لهم الصراحه هذا مطعم اي رقم اليوم طبعا. انا اي ثوت اي نو اباوت فود بس قلت له اليوم على الطاوله لانتوني قلت له بعتقد مثل كانه عندي عهد قديم وعهد جديد. بس اجى انتوني رحيل وقعدنا 48 ساعه enjoying having fun eating in a restaurant and really enjoying Austin and enjoying the company of each other. اليوم انا صرت بتطلع على المطاعم والاكل مع انه عندي خبره اليوم بتطلع completely different على الصحن اللقمة اللي عم بكلها الفيل التاتش اليوم بتطلع completely different. من يومين كنت اتطلع على الايتم بطريقة واليوم بتطلع على الايتم اللي عم باكله ب completely different idea. سو انت اكيد غيرت شي جواتي علمتني كتير اشياء very fast واكيد بحياتي مثل هيدا it's a stopping point قبل وبعد. مرسي لك بسطت فيك انا. Thank you. أنا بدي لك thank you for the last 48 hours. We had really fun. I promise to come back. And we definitely promise we're gonna meet again. أكيد. وبي لبنان رح ضلنا أكل سالمون من عندك من هلا. For life. For sure. Austin, we loved you. We'll come back. And see you soon. Austin loves you too. Thank you. حبيبي.